عقارات بآلاف الهكتارات منحت بطرق غير مشروعة عبر الولايات لصالح رجال المال والأعمال. الأراضي الفلاحية والصناعية الموزعة من قبل ولاة الجمهورية قيد التحقيق على مستوى مصالح الدرك بعد أمر من قضاة الجمهورية التحري حول هذا الملف. المحاكم تعود هذه الأيام بقضايا مماثلة في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة بعد مثول المتورطين من مانحين ومستفيدين أمام قضاة التحقيق. السجن لسنوات في حال ثبوت التهمة حسب رجالات القانون قد تصل العشر سنوات فيما خص العقار الصناعي وخمس سنوات للفلاحية. العقار الفلاحي وهي تهمة منح أو استعادة فلاحي إلى مصر آخر، معناها راحوا داروا التوجيه الفلاحي توجيه مثل بناء أو تجزئات عقارية. هذه عقوبة تسلط من 18 حبس نفذ إلى 5 سنوات حبس نفذ. أما العقار الصناعي منح مزايا بدون وجه حق والإثراء بلا سبب، تعلق أيضا بالتزوير لأنه مدام واحد يدي عقار صناعي وليس له اختصاص في ذلك يعتبر حتى التزوير استعماله يثبت في هذا المجال. العقوبة هي إذا حسبناها في الجملة من سنتين إلى 10 سنوات حبس نفذ. خبراء في الاقتصاد يتوقعون جرد كل العقارات والأراضي المملوكة للمستثمرين المتورطين في قضايا فساد من قبل العدالة، قرار من شأنه إنعاش الاقتصاد المتضرر. والله هذا هو المعمول به حاليا، يعني هناك يعني فرق التحريات على مستوى الضبطية القضائية على مستوى الدرك الوطني تقوم بالتحري، وعندما يعني يقوم باستدعاء انسان ك يعني متهم او ك يعني شاهد يعني حتى تكون أدلة قوية عليه. في اعتقادي انه في الفترة السابقة في حكم الرئيس بوتفليقة كان الامور مميعة، تالي فمنحت الاراضي ومنحت العقارات، فلا هنا لا يوجد هناك صعوبة في عملية الجرب، فكل شيء واضح. من المنتظر فتح ملف العقار خلال الأسابيع المقبلة، ملف يشكل الأخطبوط لتورط العديد في استنزافه على مدار سنوات وبطرق غير قانونية.